هذا البي سي اللي بيرسونال كمبيوتر اندستري سباي شين، هذه شركات الكمبيوترات المحروب لهم مدى الخاصة حقاً سبلاي شين اللي وضعوها مش متعرفين ولا وش عندها هذا انما استندر نستطيع ان احنا ايش؟ نغيره ايوه وممكن بهذا صناعه ومختلف مع صناعه اخرى ربما قد يكون مش مثالي وقد يكون مثالي بس شو اللي ايش مكونات هنا مبدئيا مش عشان تحفظ هاي الان علشان تفهم ايش اللي علشان تفهم فقط عشان بعدين احنا نصنع بالاخير مش هذا بالاخير كيف لكل نوع من شركات الخدمه طبعا تختلف عن شركات الصناعيه تعترف على تختلف في شركه ايضا وسيطه ما هي لا تصنع ولا تبيع تشغل ولا تدي لهذا في شركات نقل كل واحد حقه السبلاي شين لازم يختلف مكوناته تختلف وبالتالي احنا نمتلك ايش المدخلات اللي بالاخير نستطيع من خلاله نعمل عملياتنا للسبلاي شين لنخرج بخلاله الى الكاستم الى المخرجات المخرجات هذا مخرجات النظام اللي بلا حصل على اللي قلت اللي هو كاستمر سان بوتس شوف هو يتكون بالمستوى الاول هنا شوف الاستراتيجيه فوكس اللي هي الاستراتيجيه قناة وهنا هنا البرودكشن انفورميشن انفيتيشن اللي هو الاختراع والابداع وهنا اوبريشنز بالجانب من الجانب العملي وهنا الكاستمر ريليشن هنا المكونات حقنا هنا الاكتيفيتيز تقدر تقول الاكتيفيتيز اللي كان يشتغل من قبل ايميل وهنا حقنا الاوبريشن وهنا عندنا مصنعين وهنا اسمبلي طبعا تعرف ايش معنى اسمبلي تجميع وهنا ديستريبيوشن توزيع طبعا هنا توزيع هنا بعض الاحيان طبعا هنا معنى اخر اللي هو اللغوي غير البزنس نسميها ايش؟ اسمبلي اللي هو مجلس الشورى او مجلس البرلمان المحلي يعني بيكون معنا قديم مش يقولوا برلمان شو يقولوا؟ اسمبلي اسمبلي تايز اسمبلي مجلس معناته نحن وكذلك مع الديستريبيوشن موزعين سيلز سيرفيس اند سبورت اللي هو بعد المبيعات والخدمات ايوه الان نبدا بكل عنصر مثلا هنا الكومبوننت مارك بيكرز هذول يصنعوا الكومبوننت المكونات هذا جزء من السلسله هذول بالله بعملية اختراعات او عملية تكوين او ابداع او اختراع المنتج لازم يكون عندنا ايش ما هو الكومبوننت ماركة مين كان مصنعين الاجزاء ما انت تتكلم عن الكمبيوترات اي كمبيوتر ما يصنعوش واحد كامل تشوف مثلا ايوه حتى الاجزاء في كل كمبيوتر بتشوف يقول لك البروسيسر شركه والدل والشاشه شركه والمشان طيب والمجمع لذلك يسمي كومبوننت الاجزاء فكل جزء نعتبره جزء للسلسله صحيح لحاله لانه بالاخير انا اصنع شغلانه اصنع جزء وصنع جزء وبالاخير نبحث عن المهو الكومبوننت ميكرز هنا ستيج الستيج يعني الخطوات ايوه ما بين كل مرحله ومرحله هنا سيمي كونتكتر هنا كونتكتر اللي هو سيمي كونتكتر ايضا هذا مكون من مكونات بين من مكونات الانتاجيه عندنا اللي هو مش ناقل اساسي ناقل ما بين يسموه عندنا المناوله بالبزنس ايش من المناوله؟ سامبي كونتكتر كونتكتر هو ناقل والسيمي شبيه الناقل بمعنى هنا الناقل الوسيط عندما تكون الشركه عند عده اجزاء في ناقل وسيط ما بين شركه توشيبا وشركه ديل انا شوف توشيبا وتمثل ديل الان فيما بيننا ناقل وسيط هذا جزء من الشبكه عشان نحسب عليه التكاليف بالضبط هذا كله علشان نحسب كل واحد كم نقول عنده نرجع لنا و مش عارف ايش السؤال شيء قبل الكومنت هنا عشان لا تكلم هذه ما تشوف بيش خالص هنا ربما ماشي بيز و ديستريبيوترز و ديجيتالايز و الات كل مكونات النظام الموجود وحكم هنا مكتوبه عليه كل المكونات هنا موجوده بالبدايه هذه نحسبهم في كل مكان فنشوف المكون الثاني اللي هو الاوبريشن طبعا الكلام استراتيجي اللي نحسبهم اي بالضبط بالاوبريشن اللي هو
والدي تو دي اللي هو المتوسط اليومي هنا ايضا معنا مين؟ معنا سوفت وير. السوفت وير طبعا يصنعه الناقل ايضا احد اجزاء من الكومبيننت اللي هو كان يجوز من هنا الكومبيننت اللي هو معنا سوفت وير ومعنا هارد وير. السوفت وير كومبانيز شركه مش من البدايه ربما ما تتصلش مع الشركه. يعني الشركه اعتقد هنا مثلا بالنسبه للبرودكت انوفيشن اعتبرها كانه على اساس انه ريسيرش اند ديفلوبمنت تاتي من المصنعين او احنا نشرح لكم على البدايه فقط التكوين نشرح لكم عليه يسمى الديزاينر شنو هو الانوفيشن اللي هو الديزاين اللي هو بعدين بيلعب لنا الديزاين الانوفيشن هنا بيلعب لنا كلها بكل البقيه كل بس احنا بالتعاريف وكذا لما نفذ قفزه بعض الاحيان تحصل باك. انا كنت كده دائما يعني ب 2011 وذا اعتبر كل واحد فهم الحين لازم يمشي خطوه خطوه. لين دخلت دورات بعدين كنت يقفزوا علينا كنت اشوف الاخطاء واحاول دائما ابدعها بعد. اليوم هذا ما شنا تلفون في النهايه ايش تفهم منه كده تكون مكونات بعدين نشتغل على هذا وش نعمل احسن منه. هدفك انه ايش؟ بالاخير نصل الى بين نصل الى هدف النهائي كيف نشكل سبلاي تشين جيده وكيف ايضا نطور لانه حصل لنا حاجه ثلاث. اول شيء التطوير كيف نشكل وبعدين نعمل اوبريشن ثم نطور وش نعرف نوع الاستراتيجيات اللي اخذوها بعض الناس وبعد حتى هو كتوضيحي حتى اخذوا بس كذا من الكتاب بعد الصوره الرسائل مرة واحدة مش إنه الرسائل مرة واحدة. هذا المكونات في الجانب البرودكشن جانب استراتيجي لغوا بالبداية مش من المرة ديزاين. إذا ما قنعش حتى لو غادي يكون تعاون معاك صاحبنا الكاستمر يشتوش هم بيرفضوا تدريجي بعد برجع كذا برجع لك مرتد اسم الباك اوردر يعني بتاخذ العكس كله وكأنه بيتعمل زي عملية الفيروس اللي يمحي لك الدواء كذا كذا من النهاية للبداية. فلذلك عمليات التأكيد والإنفيتيشن الذي بنحصل بعدين عملية دراسة أو كجانب خاص لما نتكلم على الديفلوبمنت اوف استراتيجي بعد ما نبني بعض الحين خلاص مش بنيته وانتهى نشوف بالثمانينات كانوا مركز على شيء التسعينات مشي بالفيديا على شيء ولا بدينا بشيء اخر. فلو ظليت عند الخطه وخلاص وهذه النهايه بعد ما كان مناسب توداي تومورو اند يفت تومورو ويل نوت بي وركت بعد سنه سنتين ثلاثه اربع ربما عاش هذه السياسة صارت منتهية ولا تعلم شيء. زي بالثمانينات كانت جي اي تي كذا نسميها اللي خارج اللي اسمه وبالساعي على الخربط اللي بيشتغل مش فاهم ايش بيقول له. جي اي تي بناخذ بعدين جي اي تي جاست ان تايم جاست ان تايم برودكت هذه عملت ثورة لكن الان اصبحت مقبلة في بعض الشركات. يعني لما تكون منتج تتباعد باطراف جغرافيه مختلفه وقال لي ما حدش طلبيه بدل تطلب مني بنفس الوقت مستحيل. اول كان جنبنا تكون الطلبيه هذه كانت تاتي فقط من الولايات المتحده ولا من تعدد التعدد يعني اصبح مطلوب متهائل لكن انا اصبح طلبات السوق واسع. الشيء يطلب مني من امريكا عندنا هي نفس اليوم جاستن تايم ما تنفعش. إذا ما كان ينفع بوقت ما ينفعش بوقت آخر، ما ينفع بمنطقة محدودة ما ينفعش وورد وايد. لذلك دائما احنا نحصل نتكلم على السيستم اللي يسميه ايش؟ سبلاي الذي هو سيستم وايد، حتى كلمة واحدة عندناها ما عندناش سيستم وايد لحاله، سيستم وايد. على اتساع النظام كامل يجب أن يكون عندنا انخفاض بشيء وارتفاع بشيء، وهذا لازم يكون تتطور باستراتيجية بشيء. المهم من هذه طبعا في صناعه الكمبيوتر بتلاحظ كان بشكل مبدئي انه انت بتصنع صناعه واحده
عندما أقوم بالامتحان والاستجابة المناقلين ما بين ونسميه ما بين الأجسام المختلفة يحتاج لهم هاي شيء لما نديرهم أول شيء لما نتكلم عليهم بنديرهم من جانب الكوست كيف نقول من بين واحد وواحد ثم من عملية الجودة كيف تدخل الانوفيشن ما بين كل جانب لكي يحصل توائم بعض الأحيان زي ما كنت تقول أنت تركب هذا شفت السنة الثانية ناقص صح؟ ليش؟ قصير كان قصير أو مثلا ما يركبش على هذا النوع؟ في اللي هو نوعين في اللي يسمى ذكر وأنثى هذا اللي نقصد له إنه بعض الأحيان جائز أنا أفعل نوع من المدخل اللي نسميه الفيش ما يركبش مع القابس تمام تجيب له وصوله أخرى أيوة قال له يجيب الرعب قال له يجيب فوق قال له يجيب عنده بالأخير حبتين هذه نقول على أنه لازم نحصل أيضا نوع من جانب منين من الفيش أنتي بيدي لازم نتبادل ليش معلومات ولا ما جيش نعمل أنت لا أصبحت بارتنر ما أصبحش متحدي أو منافس ما أنتش كومبيتيتورز أصبحت شريك إذا لازم يكون عندنا معلومات عملية معلوماتك تصير خاصة بداخل العلاقة أوكي لكن هذا الجانب إحنا نتعاون به إذا لازم يكون بيننا إيش تبادل معلومات ما يجيش فجأة أصدر ما يسمي نموذج مختلف زي هذا النموذج المصدر طبعا أبشع واحد ليش عملنا ثنتين هذول لو عندك واحدة عالية بتشتغل فلاشة ما تكفيش ولا بتسعش قبل تدخل فدائما ما يحصل ايش؟ لازم يحصل الانوفيشن طبعا مش الا انوفيشن مش فقط بالابداع مش فقط الا بالاختراع حتى بالاداره حتى بالاداره والشكل وكذلك هنا مع النظام السريع اللي نعتبر وجد يوصل من الحبيب مثلا مش نعتبر احنا سبقوا ما بين الكليه هنا والكليه الموجوده فين اللي مكان نمر عام ومكان بيت الادب يعتبر احنا هنا مصنع الان وهذه إنها مصنع هم مصنعوا شيء مكمل لنا هم مكمل لهم وكذا كيف عملية التوصيل هذه الأشياء بينه وبينهم ما هي تكلفة وكيف عمل على الديوز وكيف عمل على زيادة الخدمة كيف نسوى بينهم عندي من سؤالات why what's the matter ملامح how I can develop كيف أطلع how I will be better كيف بكون أفضل ثم بالأخير ذهبنا إلى نقطة أقول لك not I I ما تقولش I هاوي كيف سنكون لأنه سبحانه نكون بين شركاء فنصبحش لازم نصدق كلنا مع بعض طبعا هنا في السوفتوير كومبانيز غالبا شغله إما شوف تكون بالجانب في الاستراتيجية الثانية من الاوبريشن بالجانب الثاني وبس تصل مباشرة إما مع طوالي مع المنفذ الموزع النهائي لعلمين للتسليمين الذي يجي يسلمين اليوم بي سي كومبيتيز اليوم الديركت ديلر ولقيت اليوم من بعض الشركات اللي هي ايش اسمها؟ الشركات البسيطة اللي تظهر زي شركة اي ام بي كومباك اتش بي هذا بعض الشركات قبل ما يرسلوا منتجاتهم هذا الشركة اللي يصنعوا الكمبيوترات يرسلوها بين طريق ممكن تلتحق معهم السوفت وير فبعض الحين يجي معهم هنا مكتوب معه مثلا سيرفيس باك في كان زمان سيفين والى اخره او بعضهم محمد داخله او بعض الجهات الثاني بعض الحين بعد يجي لك مع لوش وانت لما تشتري الكمبيوتر تشتري السي هنا وصلنا لامين بس بعض الأحيان بتحصل هنا من الكومبينيتور اللي اسمه عندك الكونتراكتر مانيفاكشرر بعض الأشياء الأخرى وهنا شوفوا مالو بزنشر بعد مصنع بعض الأشياء مش اللي بنشره بس هذا يأخذ من الكومبينات اللي بداية وصلنا موجودة بآسيا وعندك الآسيا وعندك اليو اس اي والأمريكا الجنوبية وهذاك المكان وموزع لنا الى البي سي كومبانيز ايضا الذي ايش؟ الذي كونتراكتر الذي هم متعاهدين اللي بيزودوا ذا بيرجع عشان يوصلوا مره واحده. الشركات هذول ثلاث شركات تجمع مثلا هذه المجموعات وتوديها بين الشركات. كومبوننت ديستريبيوتر ايضا الكومبوننت هنا قاعد يكون ديستريبيوشن مباشره يروح للوكال اسمبلر اللي هو المجمع. في عندنا مجمع
يعني أنا أقول لكم بعض الناس مش يروح يشتري قطع غيار يشغل على الكمبيوتر الكيس وبعدين هارد والهارد يشغل على إذا الشركة في نفسي بعض الأحيان تعرف على شيء مباشرة إذا ما حد مش يقول له بالسلامة معنا الموزعين حق الشركات حق هذا والكومبلينت أشيلهم وفي مجمعين محليين وصل من؟ زبون سواء كان زبون شخص هنا طبعا عندك الفايل كاستمر سواء كان على دارك انتربيرانس سواء كان على شكل شخص او كان على شكل شركات كبيره او كان على مجموعات او معاهده او كاستمر عليه هذه كيف تكون السبلاي شيء يختصر وهنا يختصر عن طريق كمبيوترات الموزعين وعن طريق مكونات وشركات اخرى وناقين حتى وصلك الزبون من هنا بس هنا شوفين احنا لو تركز معي كذا بطي الى الجزء الاعلى الجزء الاعلى بدي اثبت كذا العمل يمكن يصير كذا بالضبط وهذا دائما عقوله ما هي نحن دائما احنا قبل ان ندرس انا بالصراحه يعني لما ادخل بزنس كان عقلي كذا يقول انه يصنع ويشرح يشتروا منه ويبيعوا الدكان بكم علينا هل هذه كانت شركه ببالكم كذا؟ كانت كذا كانت كذا ولازم تكون كذا لانه كانت طبيعتي كذا بس مع التوسع ومع الدخول عدة مصالح وعلشان أكسب أكثر شافوني بتنفعش حد يعرفها بعد حين ما حد يعرفك بيجي يشتري من الموجه لازم طبعا كل الأمور تفرض عن مشاهدات وتعاقدات وتجمعات لتصل بالأخير إلى من؟ الكاستمر إلى الكاستمر ليش؟ لأنك تصل بسهولة وبوقت مناسب وكذلك في شيء بعقل الناس يقولوا لي ما يعرفوش ما يعرفوش صحيح في حاجات انت تعتبرها بها ليش؟ ما تعرف ايش؟ اذا ما بعد ما له شيء بالشيء زي مرة سمعت كذا قريب عادوا يتكلموا عن طيارة الطيارة عند قريب متاعت رجالي كذا روح تكلم زملاء من الشباب اضحكوا عليهم قلت يوم انا مستعد الشيء في ذا وكيف مش عارف ماكش مونيت مين شكون السوق اليوم؟ تصور بعض الحين لذلك ما فيش ما ليش؟ مش موجود هنا هذا اللي الشيء اللي مبالغ فيه يعني مثلاً كأنه مش عارف إيش اللي بيصير لنا هل من فئة هذه الآن مبدئياً إنه تعرف جزء تعرف أول شيء بسكرونا شوفوا لأن الكمبيوتر كم صار وكم معانا كله إيش نعمل ما بينهم إنتجريشن كله أدوات جديدة لحاله الذي هو هنا الموزعين واللي هنا البائعين والبيت بيع التجزية تعرف إيش فيها أمسي فايس بريجنس اليوم الذي هم نائب إدارة المبيعات لبعض الشركات هنا لازم نستق مع مين؟ لازم نستق معهم كلهم نعكبهم الجماعات ديلاس هذا كل واحد له استراتيجية ولو خطة تكتيكال ولو خطة وكذلك الشيء على كوست بالنقل على كوست وش يربح وش كذا نفس الحكاية السكيم اللي قبله المرحلة اللي قبله وهنا الذكاء يبرز كيف تغلب على المشاكل والتحديات اللي تصل إلى إنه تصنع هذه السلسلة سواء طبعا من البيسي بنشوفه بالطب تختلف بالصيدلة بكل مصنع يختلف بيختلف ايش؟ الفكرة واحدة بس اختلاف من اختلاف الكومبوننت اللي يوزعه والعبقرية هنا والذكاء هنا كيف تستطيع أن تكون من نفس الحروف أحلى الكلمات من نفس الأجزاء أحلى البناء يعني الكلام كله نقوله لكن لك شيء عارف الكلمتين تنسجين وترتاح ليش لأنه استطاع ينضم من إيه؟ من الحروف من الحروف حاجة له معنى يعني نفس الحكاية بلغة نفس الكمبوننت جايز أنا أبقي عليكم تفروا أحسن مني بعدين تصبح الكمبوننت وأنا طالش أنا ما نفعش حاجة ليش لأنه نعود إلى قديم يقول العلم والفن العلم قواعد ونحصل على والفن كيف تطبق هذه القواعد أنت بتطبقه بطريقة هذا بطريقة هذا بطريقة هذا هنا صراحة الإبداع وخاصة لو كان في هنا مهندس مدني ولا مهندس ولا رسام بيعرف الكلمات اللي بيقولها كلهم شفنا وخريج نفس المعهد نفس الدراسة نفس التخصص نفس الدرجة ربما بس واحد بيتعب ما بيبدعش واحد أخذ علم قواعد ترتيبات وهذا وبعدين بمساحة طبيعية كانوا يتعلموا كما هم
هنا التشالنج